مساء الخير، أنا إسراء العدلي وهكون معاكم على منصة عرب أرت عشان نناقش أحدث الأخبار الفنية في الوطن العربي. والنهاردة هنتكلم عن الفنان أحمد حاتم واللي اتصدر لترند الفترات اللي فاتت بعد ظهور أول حلقة من مسلسله عمر أفندي. والمسلسل عمل ضجة كبيرة جدا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل بيدور حوالين شاب تلاتيني أبوه بيموت وبيرث منه بيت، وخلال ما هو بيكتشف البيت وبيدور فيه بيلاقي ممر سري أو سرداب، ومن خلاله بيقدر إن هو يروح لزمن تاني مختلف عن الزمن اللي هو فيه، وخصوصا في فترة الأربعينيات. بالنسبة لأصلا للمسلسل فهو عبارة عن دراما تشويقي وإثارة وكمان رومانسي. وخلال المسلسل الفنان أحمد حاتم لما بينتقل لزمن تاني بيكون عرضة لحاجتين دلوقتي، أول حاجة في صراع نفسي بين حبه اللي في الماضي اللي هو من خلال الزمن، وبين حبه اللي في الحاضر اللي هو أصلا بيكون سبب في الصراع طول المسلسل، والمسلسل بيدور حوالين الحاجتين دول. المسلسل لقى ضجة كبيرة جدا بين الجمهور وتعرض منه 14 حلقة لحد دلوقتي، وكانت أول حلقة يوم 14/8 وعملت ضجة كبيرة جدا. نزل 14 حلقة من المسلسل، والحلقة الأخيرة هتكون بكرة وهتتعرض الساعة 4 مساء على منصة شاهد و7 مساء على قنوات اون تي في. ومن خلال عرض المسلسل لقى جدل كبير جدا بين الجمهور، فكلهم كانوا متفقين ان المسلسل حالة استثنائية ومسلسل لذيذ ويستحق المشاهدة، وكمان بياخدك من حالة الى حالة تانية، خصوصا الاشخاص اللي بيحبوا الهدوء والطبيعة والراحة، فكانوا شايفين ان العصر ده او الزمن ده مناسب جدا ليهم، وكلهم كانوا بيتمنوا انهم يرجعوا لوقت زي ده عشان يقدروا يعيشوا في سلام وفي حالة نفسية كويسة. وزي ما قلتلكوا المسلسل عمل ضجة كبيرة جدا، والناس دلوقتي مستنية الحلقة الأخيرة من المسلسل عشان يعرفوا نهاية المسلسل هتكون ايه وايه اللي هيتم في الأحداث بالظبط. وقبل ما ننتقل للجزء الثاني من اللايف فهنقول سريعة كده الأحداث اللي احنا اتكلمنا او الأخبار اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. احنا بنتكلم عن الفنان أحمد حاتم واللي اتصدر لترند الفترات اللي فاتت، وده بسبب المسلسل وهو مسلسل عمر أفندي واللي لقى ضجة كبيرة جدا بين المشاهدين. المسلسل عبارة عن دراما وإثارة وكمان بيدور حوالين الرومانسية، والشاب بينتقل من عصر لعصر تاني لما بيرث بيت والده المتوفي وبيلاقي فيه سرداب أو ممر سري بياخده لفترة الأربعينيات، وهناك بيقابل حب حياته اللي هو أصلا حب جديد مختلف تماما عن الحب اللي كان في الحاضر بتاعه، وبيعيش في صراع نفسي في الفترة دي. وكمان بقى في جدل كبير مع الجمهور بخصوص المسلسل، وان المسلسل لذيذ وفي حاجات كتيرة قوي ممكن نعيشها الفترات اللي جاية، وبيحبوا يفضلوا النوع ده من المسلسلات. اما بقى بخصوص اعمال احمد حاتم اللي هتتعرض الفترة الجاية، فمن يومين ثلاثة انتشر فيديو او البرومو الخاص بفيلم عاشق، واللي ظهرت فيه اسماء ابو اليزيد وهي نايمة على السرير وبيصحيها احمد حاتم وبيقول لها هو انتي قتلتي حد، وخصوصا كان جنبها سكين، يعني هي كانت نايمة وجنبها سكين واحمد بيصحيها بيقول لها هو انتي قتلتي حد، فردت عليه رد غريب جدا، وكمان تعابير وشها كانت عادية ما كانتش مفزوعة ولا اي حاجة، وبتقول له ايوة انا قتلته وهي بتبتسم، وبعدها رجعت وكملت نوم تاني. والمشهد ده عمل ضجة كبيرة جدا، خصوصا ان الجمهور اصلا ما يعرفش المسلسل الفيلم بيتكلم عن ايه، وكلهم بقى بيرجحوا ان الحدث ده او المشهد ده هيكون في خيال البطلة وملوش اي علاقة باللي هيحصل في الفيلم، مجرد تخيلات بس هتحصل وخلاص. الفيلم المفروض ان هو يتعرض يوم 11/9 بطولة احمد حاتم واسماء ابو اليزيد وتأليف محمود زهران. وقبل بقى ما نروح للجزء الاخير، لو في اي تعليقات او في اي استفسارات بخصوص الفيلم فتفضلوا.
تمام، ممكن تكتبوها في الكومنتات. احنا بس يعني الجمهور على السوشيال ميديا عمل يعني تفاعل كبير قوي عشان يتكلموا عن المشهد اللي ظهرت فيه اسماء، فانا كنت عايزه اعرف تعليقاتكم عن المشهد ده. يعني تفتكروا فعلا زي ما هما بيتكلموا وبيقولوا المشهد ده هيكون في خيال البطل اصلا وملوش وجود في الفيلم، ولا هيكون في شويه حاجات هنعرفها لسه قدام من الابطال المسلسل؟ طيب دلوقتي هنتكلم عن فيلم الملحد لأحمد حاتم، واللي من وقت عرضه وهو عمل ضجة كبيرة جدا. البرومو بتاعه عمل ضجة، وعلى السوشيال ميديا فضلوا يتكلموا كتير قوي ويقولوا ازاي فيلم زي ده ينزل، وازاي ممكن حد يتفرج على الفيلم او يشارك في فيلم زي ده، خصوصا انهم باصين للفيلم من ناحية دينية، وانه بيساعد على الإلحاد او على التطرف الديني. الفيلم بيناقش قضية مهمة جدا، وبتدور احداثه في اطار درامي، وبيتكلم عن قضية التطرف الديني والإلحاد اللي بتصيب الشباب. والقضية دي اصلا بقت منتشرة جدا على السوشيال ميديا، وبقت حديث السوشيال ميديا كله. والفيلم برضو بيتكلم عن تأثير الظاهرة دي على المجتمع، وكذلك على الأفراد والأسر، وعلى تعامل الشاب المصري أو أي شاب عامة في الحياة اليومية وفي شغله، وإزاي أصلا بيتعامل مع الناس. الفيلم طبعا اتعرض لهجوم كبير قوي، والجمهور شافوا ان هو بيروج لأفكار بتتعارض مع الدين، واللي زاد الجدل حوالين الفيلم هو اسمه، يعني اسم الملحد. ليه اختاروا الاسم ده؟ كان ممكن يكون في اسماء كتيرة جدا بعيدا عن الاسم ده، غير اصلا كاتب الفيلم وهو ابراهيم عيسى، والمعروف جدا بتصريحاته المثيرة للجدل خصوصا عن الدين او الطوائف الدينية عامة. الفيلم اتأجل، يعني كان فيلم كان يعني كان بيرجح ان هو يتعرض الفترات اللي فاتت او في السنين اللي فاتت، بس هو اتأجل وما تعرضش. ودلوقتي برضو بعد ما اتنشر له البرومو الخاص بيه تم التأجيل برضو، وده كانت مفاجأة كبيرة جدا لصناع العمل، لانهم ما كانوش متوقعين ان حاجة زي دي ممكن تحصل، بالذات ان دي قضية حساسة، والجمهور خدها على محمل جد قوي وما استناش الفيلم لما ينزل. وده اللي خلى صناع الفيلم يطلعوا ويتكلموا ويقولوا ما تحكموش على الباب من عنوانه، الفيلم لسه منزلش، وكذلك برضو انتوا ما تعرفوش القصة بالكامل عشان تحكموا عليها. وكمان طلع السبكي واتكلم وقال ان الفيلم ما توقفش من العرض في السينما، هو كل المشكله كانت في حاجات ليها علاقه بيها وتظبيطها، وقريب ان شاء الله هيطلع الفيلم للعالم كله وهيتفرج عليه وهيشوفه. وكمان الفيلم خد تصريح ان هو ينزل، يعني مفيش اي مشاكل خالص ممكن تواجه الفيلم زي ما مواقع التواصل الاجتماعي عماله بتتكلم وتحكي. المشكلة ان كل واحد واخد الفيلم من منظوره الشخصي، يعني ما بيستناش ان الفيلم ينزل او ان حد يتكلم عن الموضوع او مؤسسة او ناقد كويس شاف الفيلم ويتكلم عنه، ما استنوش حاجة من دي. وطبيعة السوشيال ميديا ان كل واحد بيكون ليه رأي معين وبيكون ليه المعتقدات الخاصة بيه. والفيلم هينزل ان شاء الله قريب، هما البرومو نزل وبعد قرار التأجيل وخدوا التصريح وكل التصريحات وكل حاجة تمام ماشية، فهم بس مستنيين في الوقت اللي هما حددوه عشان الفيلم ينزل فيه. وبكده نكون اتكلمنا عن اعمال احمد حاتم كلها اللي حصلت الفترة دي او اللي كانت هتحصل الفترة اللي فاتت واتأجلت بس ما حصلش نصيب ونزلت. احنا ممكن نتكلم سريعا خصوصا الناس اللي لسه داخله اللايف وما سمعتش الموضوع من الاول، احنا ممكن نتكلم باختصار عن كل اللي اتناولناه النهارده في اللايف.
احنا اللايف النهاردة انا اسراء العدلي وبتكلم عن احدث الاخبار الفنية في الوطن العربي، والنهاردة هنتكلم عن احمد حاتم، خصوصا انه اتصدر لترند الفترات اللي فاتت، وده بسبب الاعمال اللي بتتنشر له الفترة دي. اتكلمنا عن مسلسل عمر افندي، والمسلسل خيالي، بينقلك من عصر لعصر تاني، عن طريق سرداب البطل بيدخله في بيت والده المتوفي وبيكتشفه بالصدفة من غير ما كان يعرف، وبيبدأ ان هو يدخل في الزمن ده ويتعايش مع وضع اتحط فيه من غير ما يعرف تفاصيله ولا يعرف مين اللي حواليه، وكمان بيلاقي يعني بيحاول ان هو يتأقلم مع الوضع، وبيختار اسم جديد ليه اللي هو عمر، لانه هو في المسلسل كان اسمه علي ما كانش اسمه عمر، بس اختار اسم عمر لما كان حد بيكلمه بيقول له انت مين او انت اسمك ايه، فبص على يافطة في الشارع واخترع الاسم وقال له اسمي عمر، ومن وقتها الفيلم او المسلسل اسمه عمر افندي. وخلال رحلته من الحاضر للماضي اللي هي فترة الأربعينيات، بيقابل بنت ويحبها واللي هي المفروض الفنانة رانيا يوسف، على عكس الحاضر كان بيحب الفنانة آية سماحة، وبيبدأ الصراع هنا بين حبه اللي في الماضي وبين حبه اللي في الحاضر وقصة حياته اللي كان بيعيشها. بعد كده المسلسل لقى ضجة كبيرة جدا على عكس المتوقع، لأن الناس بدأت تتجه إن هم يشوفوا الحاجات الخيالية والحاجات اللي فيها إثارة، على عكس المعتاد الكلام اللي احنا بنشوفه أو أي عمل درامي واقعي وخلاص. فهم في خلال المسلسل بالذات في حتة إن هم يتنقلوا من عصر للتاني، خصوصا لفترة الأربعينيات واللي كلنا بنحبها وبنستمتع بالأفلام أو المسلسلات اللي بتتعرض في الحقبة دي بالذات، الجمهور كان بيتفاعل جدا مع المشاهد، ومن اول حلقة اتعرضت وهم بيشكروا في المسلسل وقد ايه هم نقل لهم فكرة كويسة جدا عن الماضي وعن الحقبة دي، وهم يتمنوا ان هم يعيشوا في فترة زي دي، وقد ايه الفترة دي لذيذة وكويسة وبتبعث في النفس الراحة والسلامة. والفيلم مكون والمسلسل مكون من 15 حلقة وتعرض منه 14، وبكرة ان شاء الله هتكون اخر حلقة، وكلنا طبعا مستنيين الحلقة عشان نعرف ايه احدث الاخبار او الاحداث اللي هتتم والمسلسل هينتهي على ايه. بالنسبة للمسلسل هيتعرض فين او هو بيتعرض فين الفترة دي، فهو بيتعرض على منصة شاهد وقنوات اون تي في، وبكرة هيتعرض الساعة 4 على منصة شاهد والساعة 7 مساء على قنوات اون تي في. اما بقى بخصوص الفيلم الثاني او البرومو اللي نزل لاحمد حاتم، فهو برومو فيلم عاشق من بطولة احمد حاتم واسماء ابو اليزيد، وبيظهر في البرومو اسماء ابو اليزيد وهي نايمة على السرير وجنبها سكين. وقتها احمد حاتم بيصحيها وبيقول لها انت نايمة كده ليه، هو انت قتلتي حد؟ فبترد عليه وبتقول له ايوه انا قتلته، وكان تعبير وشها هادي جدا ومرتاح ولكنها عملت اي حاجة. وده المشهد اللي خلى الجمهور يتفاعل معاه ويحط انتقادات ويحط تعبيرات وتخمينات عشان يعرفوا الفيلم بيتناقش من انهي زاوية القضية دي، وهل اصلا المشهد اللي ظهر فيه البرومو هيكون حقيقة ولا من خيال البطلة. وتصارعت بقى الانتقادات والتخمينات حوالين الفيلم. احنا برضو محتاجين نعرف تخميناتكم على الفيلم، وهل هو فعلا زي ما رواد التواصل الاجتماعي بيتكلم ولا لا. اما بقى بخصوص الفيلم، فهو هيتعرض يوم 11/9، وهنبدأ نعرف التفاصيل اكتر عن الفيلم واحداثه وهل فعلا الجمهور معاه حق في كل اللي قاله ولا لا. واخر حاجة اتكلمنا فيها هو فيلم الملحد، واللي من اول ظهور برومو ليه وهو عامل ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الجمهور، والعالم كله او الجمهور اللي اتفرج عليه بيتكلم عنه، خصوصا ان قبل كده كان في برضو فيلم اسمه الملحد، ده فيلم مختلف تماما عن الفيلم ده، لكن فيلم الملحد لاحمد حاتم بقاله سنين بيتم التحضير ليه، وتأجل السنين اللي فاتت مرة، والمرة دي برضو اتأجل مرة تانية، وده خلى كان فيه مفاجأة كبيرة قوي لصناع الفيلم او للجمهور بشكل عام، وما كانوش متوقعين ان حاجة زي دي ممكن تحصل،
خصوصا ان الفيلم بيناقش قضيه حساسه جدا، وهي قضيه الالحاد والتطرف اللي بيحصل بين الشباب وعلى السوشيال ميديا، واصبح محط انظار العالم كلها، وازاي احنا كناس ممكن نتعامل مع الملحد. وجمهور الفيلم ما وقفش لحد كده، كان بيطالب ان هو الفيلم يقف وما يتعرضش، وعملوا حملات على الفيسبوك وعلى خصوصا ان الفيلم اللي خلاه ليه ضجه او الناس تتكلم عليه اكتر، اول حاجه كانت الاسم، اسم الملحد. ليه ممكن حد يختار اسم زي ده يعمل جدل كبير عليه؟ ما نعرفش برضو لحد دلوقتي، ممكن علشان الفيلم بيتمحور حوالين القضية دي أو تركيز الفيلم حوالين القضية فاختاروا الاسم ده. وحاجة تانية كمان، وان الكاتب اصلا او اللي مؤلف الفيلم هو ابراهيم عيسى، المنتشر بتصريحاته المثيرة للجدل حول الدين والالحاد والطوائف الدينية. فالمواقع التواصل الاجتماعي ورواده تلقوا الفيلم او احداث الفيلم والبرومو الخاص بيه بانتقادات كبيرة جدا، وده اللي خلى اصحاب العالم عمل او طاقم العمل يطلع ويتكلم ويقول ما تحكموش على الفيلم من بابه، الاهم انكم تستنوا الفيلم لما ينزل وما تضيعوش تعب وسهر فنانين ومنتجين على الفيلم وميزانيه كبيره قوي اتصرفت عليه من سنين على شويه انتقادات انتوا بتناقشوها بينكم وبين بعض. وطلبوا من الجمهور ان هم يهدوا لحد ما الفيلم يتعرض، بعد كده كل واحد ممكن يقول رايه وتعليقاته على الفيلم. وصرح احمد السبكي المنتج بتاع الفيلم وقال ان هو الفيلم ما اتلغاش ولا حاجة ولا اتمنع، هو بس اتأجل، وقريب ان شاء الله هيتم عرضه في دور العرض. وهو الفيلم معاه تصريحات من النقابة، وهيتعرض ان شاء الله قريب، ومفيش اي مشكلة ممكن تواجه الفيلم. كمان هم ادوا زي نقد مختصر على التصريح عن احداث الفيلم والفيلم بيناقش ايه بالظبط، ومفيش اي قلق منه ممكن يسبب فتنة بين الجمهور او بين المجتمع. وبكده نكون ناقشنا كل الاخبار او الاحداث المتعلقه باحمد حاتم الفتره اللي فاتت واللي اتصدرت لترند. ودلوقتي يعتبر احنا امام احداث مهمه جدا هتحصل قدام، وانتقادات كبيره جدا هتحصل بين الجمهور على عكس الانتقادات اللي فاتت، لان اللي فات كان كله برومو بس، يعني الفيلم ما كانش نزل، سواء فيلم عاشق او الفيلم الملحد كان مجرد حاجات بس بسيطه او برومو. فانتم متخيلين الحجم اللي هيكون فيه الجمهور او المشاكل او الترندات اللي هيبقى فيها الفيلم وقت عرضه، تبقى كبيره جدا وهتبقى نقله سواء بالسلب او الايجاب لصناع الفيلم. وكده نكون وصلنا لنهايه اللايف، اتمنى اكون وصلت المعلومه بشكل كويس. لو حد عنده تعليقات على الافلام او على المسلسل ممكن يكتبها في الكومنتات، ومعانا دقيقه لو حد عنده اي استفسارات. بمناسبه يعني احمد حاتم مش اول مره يعني يدخل في تجربه السفر عبر الزمن، فقبل كده يعني هو بيتجه الفتره دي بالذات للحاجات اللي فيها إثارة أو فيها جدل أو بيعمل ضجة بين الناس، زي قبل كده فيلم الغسالة برضو. فأعتقد إن هو الفترة الجاية بدأ أو بيختار الفترات دي الأفلام أو المسلسلات بتاعته بدقة وبعناية جدا، لدرجة إن كل فيلم أو مسلسل بيعمل ضجة مختلفة عن الفيلم اللي قبله أو اللي هيحصل. يعني في الفترات اللي فاتت ثلاث حاجات ليه تصدرت لترند، ومحركات البحث ولقاءات كتيرة وأخبار كتيرة قوي منتشرة عنه الفترة اللي فاتت. فأتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله الفيلمين الجايين يكونوا كويسين ويكونوا بالإيجاب للجمهور ويعجبوا الجمهور، وما يكونش ردة فعله سيئة زي ما الجمهور متخيل أو مفكر. بس كده نكون وصلنا نهاية اللايف، أشوفكم في لايف جديد جدا تاني إن شاء الله. كان معاكم إسراء محمد من منصة عرب أرض.